أعزائنا متابعي فضائية نور سات وتلفزيون تيليلومير، نرحب بكم في لقائنا الأسبوعي، وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني يترأس أعمال القمة العربية 28. كنائس الأردن تحتفل بعيد البشارة. دورات تحضيرية للخطاب لنيل سر الزواج المقدس. أهلا بكم. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال إلقائه كلمة الأردن في القمة العربية 28 والتي اختتمت أعمالها في البحر الميت بحضور القادة والزعماء ورؤساء الوفود العربية المشاركة أن الإرهاب والتطرف يشكل أبرز التحديات التي تواجه أمتنا العربية. المزيد في التقرير التالي. مجموعة من القضايا والتحديات التي تواجه الأردن بشكل خاص والأمة العربية بصورة عامة تناولها جلالة الملك عبد الله الثاني خلال إلقائه كلمة الأردن في القمة العربية التي اختتمت أعمالها الأربعاء الماضي في البحر الميت. فقد أكد جلالته للقادة والزعماء العرب المشاركين أن أهم التحديات التي تواجه أمتنا هو خطر الإرهاب والتطرف الذي أصبح يعصف بالعديد من دولنا العربية، إضافة إلى عدم الوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، فضلاً عن تفاقم أزمة اللجوء السوري الذي يتحمل الأردن أعباءها منذ عدة سنوات. وفي هذا السياق لابد لنا أن نأخذ زمام المبادرة لوضع حلول تاريخية لتحديات متجذرة مما يجنبنا التدخلات الخارجية في شؤوننا. والخطوة الأولى لترجمة ذلك هي التوافق على أهدافنا ومصالحنا الأساسية بدلا من أن نلتقي كل عام ونكرر مواقف نعلم جيدا أنها لن تترجم في سياساتنا. إن تحدياتنا مشتركة، فلا بد أن تكون حلولنا مشتركة أيضا. فلتكن هذه القمة محطة جديدة في العمل العربي المشترك. وفي الجلسة الختامية للقمة تلي إعلان عمان، حيث أكد فيه القادة العرب على أهمية بحث التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها بما يحفظ وحدة البلدان العربية وسلامة أراضيها. وكانت قد سبقت القمة اجتماعات تحضيرية لوزراء الخارجية العرب وكبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، طالبوا فيها بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين السوريين، داعين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في هذا الاتجاه. الأمور تسير بشكل إيجابي جدا، هنالك حس كبير من التضامن وهنالك إدراك كبير أيضا من الحاجة لأن نعزز العمل العربي المشترك. ثمة عديد قرارات موضوعة على جدول الأعمال نأمل أن يتم تبنيها في المؤتمر الوزاري غدا تمهيدا إلى رفعها إلى القادة باتجاه تفعيل العمل العربي المشترك واتخاذ آليات لمعالجة هذه القضايا، كما قلت، من القضية الفلسطينية، الصراع العربي الإسرائيلي، إلى الأزمة السورية، إلى آفة الإرهاب، إلى الأزمة في ليبيا، في اليمن. ثمة كثير من القضايا التي بحاجة إلى جهد عربي منهجي مؤسس للتعامل معها، وهذا ما نتطلع لأن يكون. وأكد جلالة الملك أكثر من مرة بأنه يأمل بأن تكون هذه القمة منبرا لإطلاق حوار عربي فاعل قادر على زيادة إمكانياتنا المشتركة للتعامل مع هذه القضايا والتحديات. الأردن كان وسيبقى دائما سباقا إلى التعامل مع القضايا العربية ضمن رؤية شاملة تأخذ في مقدم أولوياتها خدمة القضايا العربية بشكل عام. وأعربت العديد من الفعاليات النيابية والإعلامية عن تمنياتهم بنجاح قمة عمان
لتكون بمستوى طموحات المواطن الأردني بشكل خاص والعربي بشكل عام. والآن دور الإعلام أن يعكس أهمية هذا الأمر ويعكس كيف أن هذه الرؤية كلما كانت متقدمة، كلما كانت متوافقة، كلما أعطت زخماً لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية. هذا أمر علينا واجب جميعاً في الصحافة والإعلام أن نلحظه ونلحظ تفاصيله ونترجمه بلغات مختلفة، كل حسب الجهة الإعلامية وجمهورها. قمنا بالتشاور مع عدة برلمانيين عرب أيضاً لتعزيز دور البرلمان الأردني داخل منظومة البرلمان العربي، وقمنا بعدة نقاشات في هذا المجال. تحدثنا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العراقي وفي البرلمان الجزائري وفي البرلمان الليبي، وكان حديث منتج يعني، وتكلمنا على الوضع العربي، وأعتقد لها قمة ناجحة بكل المقاييس. استضافة الأردن لها كانت ناجحة 100%. ننتظر البيان الختامي، ننتظر ترتيب الأولويات بالشكل الذي طرحه الأردن، ألا وهي مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية وحل سياسي للأزمة السورية. وكان الالتفاف على الدول العربية التي ما زالت تعاني بالظروف السياسية اللي احنا بنتمنى لها الاستقرار. احتفلت رعية كنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي بعيد البشارة وباستقبال المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن، وذلك بقداس إلهي ترأسه سيادته بمعاونة كاهن الرعية الأب علاء مشربش والأب سامر صوالحة وبحضور جموع من المؤمنين. وأعرب المطران الشوملي عن سعادته بلقاء أبناء الرعية في تلاع العلي، لافتاً إلى أهمية عيد البشارة والنعم المباركة التي تطال كل المؤمنين. سررت جداً بلقاء الكهنة والراهبات والرعية، كان استقبال حار، وأيضاً استمتعت بالقداس والترانيم وبوجود عدد كبير من المؤمنين. المناسبة كانت الاحتفال بعيد البشارة. عيد البشارة ملخصه الكلمة صار بشرا وسكن بيننا ورأينا مجده. البشارة، عيد البشارة هو عيد التجسد، هو معجزة لأن الكلمة أصبح إنسانا، هو عيد من الأعياد الكبرى التي نحتفل بها. وأرجو أنه كل اللي احتفلوا بهذا العيد أنهم يحظوا على النعم المربوطة بهذا العيد، وخصوصا التقرب من الله والتوبة في هذا الزمن المقدس. ومن جهته رحب الأب مشربش بالمطران الشوملي متمنيا له التوفيق في خدمته الجديدة. استقبلت رعية قلب يسوع الأقدس تلاع العلي في هذا المساء سيادة المطران ويليام شوملي جزيل احترام النائب البطريركي اللاتيني الجديد في الأردن. استقبلنا اليوم كأبناء مؤدين إلى الطاعة والاحترام والمحبة، طالبين من الرب إله كل التوفيق في خدمته الجديدة وأن تكون خدمة مثمرة. وأيضا طلبنا منه اليوم أنه يصلي من أجل رعيتنا بكافة فعالياتها وكافة أبنائها، وخاصة كل شخص بحاجة إلى الصلاة. واحتفلنا بالقداس الإلهي طبعا
بمناسبة عيد البشارة، مهنين كل المؤمنين بهذا العيد ورافعين إكرامنا للأم السماوية ومجددين محبتنا للأم. بشكركم لحضوركم اليوم ولتغطية هذا الحدث المهم في تاريخ رعيتنا. كل عام أنتم بخير، ومن مريم العذراء سيدة البشارة تحفظكم وتحميكم جميعا. نظمت مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق بالتعاون مع جمعية دار الكتاب المقدس دورة تحضيرية لإعداد الخطاب حضرها عدد من الشباب والشابات المقبلين على الزواج. وتهدف الدورة إلى التعمق في أبعاد سر الزواج روحيا وإنسانيا وكيفية التغلب على المشاكل التي تطرأ على العائلة بشكل عام وعلى المتزوجين حديثا بصورة خاصة وسبل بناء عائلة مسيحية مبنية على الوفاق والتعاون بين شريكي الحياة. أقيم في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصوفية قداس إلهي لنيل بركة أيقونة العذراء الأورشليمية والمحفوظة في دير السيد العذراء ينبوع الحياة في دبين بحضور جموع من المؤمنين. إلى التفاصيل. بحضور حاشد من المؤمنين وعلى وقع معزوفات مجموعة كشافة ومرشدات الروم الأرثوذكس في الصويفية، استقبلت أيقونة والدة الإله العذراء الأورشليمية والمحفوظة بدير السيدة العذراء ينبوع الحياة في دبين. شهد حفل الاستقبال المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا بحضور الأرشمندريت خريستوفوروس عطلة الرئيس الروحي للدير وعدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات، حيث أقيمت خدمة مدائح العذراء التي تتلى خلال زمن الصوم المقدس. وتحدث الأيكونوموس إبراهيم دبور في كلمة ألقاها بالنيابة عن المتروبوليت فينيديكتوس، قال فيها: إن حضور الأيقونة بيننا هي بركة عظيمة فيها ننال عطايا ونعما عظيمة. اليوم فرح كبير ونحن نحتفل بحضور أيقونة والدة الإله الأورشليمية المحفوظة في دير ينبوع الحياة في دبين، هناك حيث تحفظ العذراء مريم الديرة ومجاهديه. وكم من العجائب اجترحت للدير وزواره، وهي اليوم تحل بيننا مرتحلة بمحبتها الكبيرة للبشر لتباركنا في مديحها الثالث بحضورها البهي. ولا بد لنا أن نتقدم بشكر كبير لقدس الأرشمندريت خريستوفوروس وللأم الرئيسة إرنيا وأخويتها في المسيح لتعب المحبة الذي بذلوه من أجل أن تكون هذه الأيقونة المقدسة حاضرة بيننا. كل التقدم والازدهار الروحي، ولكم جميعا كل الخير، وأن تمنحكم العذراء بشفاعاتها الحارة أمام العرش الإلهي مقدسة حياتكم ومباركة مساعيكم وقائدة إياكم لابنها الوحيد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد من الآن
وإلى الأبد. كما أقيم أيضا قداس إلهي احتفالا بأيقونة العذراء الأورشليمية ترأسه المتروبوليت فينيديكتوس، وعاونه فيه الأرشمندريت خريستوفوروس عطلة ولفيف من الآباء الكهنة، بحضور راهبات دير دبين وجموع حاشدة من المؤمنين الذين تقدموا لنيل بركة الأيقونة العجائبية. أعتقيني من أصناف يشار أن أيقونة العذراء الأورشليمية غير المرسومة بيد بشكل عجائبي تعود لعام 1870، وتعد الأيقونة الموجودة حاليا في دير دبين هي طبق الأصل عن الأيقونة العجائبية. احتفلت رعيتا قطع رأس يوحنا المعمدان في مادبة وسيدة البشارة في جبل الويبدة بمنح أبنائهم سري التثبيت والمناولة، وذلك بقداديس إلهية ترأسها البطريرك فؤاد الطوال. إلى المزيد. احتفلت رعية قطع رأس يوحنا المعمدان في مادبة بمنح عدد من أبنائها وبناتها سري التثبيت والمناولة، وذلك خلال قداس الأحد الثالث من الزمن الأربعيني المقدس. وترأس الاحتفال غبطة البطريرك فؤاد طوال بمشاركة كاهن الرعية الأب إياد بدر والكاهن المساعد الأب مروان حسان، بحضور عدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وذوي الأطفال وأشابينهم وجموع أبناء الرعية. وتحدث البطريرك طوال خلال العظة عن معنى التثبيت والمناولة وكيف ننشئ جيلا ذا تربية سليمة مانحا الأطفال بركة التثبيت والمناولة الأولى للقربان المقدس. نريد أن نثبتهم، لكن برا التحديات كثيرة والمشاكل كثيرة، وسائل الإعلام كثيرة كلها ضدنا، وسائل الإعلام، الحوادث، الوضع، العنف، تحديات كثيرة، وحدنا لن نستطيع، لا الأهل وحدهم يستطيعوا أن يثبتوا هؤلاء الصغار في التربية السليمة الدينية، ولا المدرسة تستطيع، ولا الرهبات وحدنا نستطيع. لهذا السبب عندنا حفلة، حفلة التثبيت، نطلب الروح القدس أن يأتي بكل نعمه كي يقف بجنبنا وبجنبهم كي نؤمن هذه التربية السليمة. أملي ورجائي أن الأهل بالمستقبل يكملوا ويجوا معهم يتناولوا معهم، الأهل يكونوا هم المثل الأول، مثل الأول لأولادهم، ولا نراهم الأهل فقط بهذه المناسبة. أملي ورجائي أن نلتقي معهم دوما ويرافقوا أولادهم بالقداس وبالمناول بالصلوات. كما احتفلت أيضا رعية سيدة البشارة في جبل الويبدة بعمان بمنح سري التثبيت والمناولة لعدد من أبنائها، وذلك بقداس إلهي ترأسه البطريرك فؤاد طوال، عاونه فيه راعي الكنيسة الأب بطرس حجازين والشماس رمزي غانم، بحضور عدد من الأخوات الراهبات وجمع من المؤمنين من أبناء الرعية. أطلب من الرب أن يمنحكم جميعا وعائلاتكم وبيوتكم أطفالا وكبارا ومرضى متألمين، يمنحكم كل النعم التي تحتاجونها. Veni Creator Spiritus,
mentes tuorum visita in ple superna gratia. أقامت كلية تيرسانتا بعمان يوماً رياضياً روحياً شارك به حوالي 70 فرداً من أسرة الكلية إداريين ومدرسين، حيث استهل اللقاء بقداس إلهي ترأسه الأب أنطون لوكسا من سوريا، والذي أكد في عظته على أهمية هذه اللقاءات الروحية خاصة في زمن الصوم المقدس. من يلبي نداء الرب يأتي إليه الرب ويجعل له مقاماً، هذا اللي بيخبرنا عنه يسوع. يكون الإنسان مكان راحة الله تعالى، مكان راحة الله تعالى. زمن الصوم إذا هو زمن عودة هو زمن تجدد، فعلا هالتجدد وهالعودة ما هن إلا هالولادة الجديدة. وألقى مدير الكلية الأب رشيد مستريح محاضرة بيّن فيها أهمية هذا اليوم في حياة المؤمنين، الذي ينبغي أن يكون مستنداً على المبادئ الأخلاقية الإنجيلية التي تعكس فكرة السيد المسيح، معتبراً أن إقامة هذا اليوم الروحي والذي كان بعنوان الضمير فرصة لطلب النعم لكل أبنائنا وأسرهم، وغاية لنيل التوبة والحياة الأبدية. ككل سنة في الزمن الأربعيني زمن الصوم المقدس نقوم في الكلية في كلية تيرسانتا كما كل المدارس المسيحية في عمل يوم رياضة روحية لأسرة الكلية من معلمين ومعلمات وإداريين وموظفين، نعتبرها أنه هي زمان للتجدد الروحي ولنيل النعم ولعيش زمن ولعيش سر التوبة كما هو مفروض علينا في هذا الزمن الأربعين المقدس. كان الموضوع هو الضمير، اخترنا كي نعود ونركز على في عالم ضمن عالم يسود وكثير من الظلام والنسبية الأخلاقية وإلى آخره، حبينا أن نركز من جديد على أنه الضمير يجب أن يكون مؤسس على أسس ثابتة، على مبادئ أخلاقية إنجيلية، على تعليم السيد المسيح، وأن يكون لنا فكر المسيح في النهاية كي نبني هذه المدينة على الأرض ونعيش حياتنا وننال فيما بعد الحياة الأبدية أو السماء. أقامت أخوية الحبل بلاد أنس في المصدار حفل إفطار خيري في فندق الريجنسي بعمان، وذلك لدعم العائلات العفيفة وخاصة في زمن الصوم المقدس. ورحبت الأخت جنيت جميعان رئيسة الأخوية بالحضور، مؤكدة على أن أعمال الرحمة والخير التي نصب إليها في هذا الزمن المبارك ما هي إلا مشاركة في صليب السيد المسيح. جاء السيد المسيح على الأرض ليعلمنا أن نصوم عن كبريائنا ونعيش مع فقيرنا ويتيمنا بالعطاء والحنان. فطوبى للأم والأخت التي تزرع المحبة بمثلها الصالح ولسانها الدافئ. أكرر وأقول أهلاً وسهلاً يا أغلى الغاليات، مع كبير شكرنا لكنا ولكل من ساهم معنا وساعدنا معنوياً ومادياً لنجاح هذا الحفل الخير. وإن كان جسمك بعيداً منا أيتها بتول أمنا، صلواتك هي كما أقامت أيضاً مجموعة كشافة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق احتفالاً بمناسبة عيد الأم برعاية السيدة عفاف حمارنة وحضور عدد من المسؤولين الرسميين وجمع كبير من المدعوين، حيث ألقيت العديد من الكلمات التي تثمن دور الأم في حياة المجتمع والأبناء. بحب أعيد على كل أم بهاي البلد، بتمنى لها الصحة وطولة البال وراحة البال
لأنها هي الوطن وهي اللي معطاءة بهذا الوطن. بحب أشكر نورسات على دائما جهودهم الجبارة ووجودهم بكل حفل من هذا الاحتفالات. كل التقدير وكل الاحترام لنورسات والمسؤولين عن هاي المحطة. بنحب نشكر جميع القائمين على هذا الحفل وجميع من ساهم بتكريم الأم. الأمهات، الأم هي وطن، الأم هي نبع حنان. لولا الأم يعني لما وصلنا أو سنصل إلى ما نريد. يعني الأم هي كل شيء، وهذا جزء من تكريم مهم جدا لأمهاتنا جميعا. وكل عام وأمي وكل الأمهات بألف خير ومحبة وسلام، وشكرا لكم وشكرا لنورسات. بشكر مجموعة كشاف مرشدات رومي كاتوليك أم السماق على الدعوة الحلوة على فطور عيد الأم، وبعيد كل أمهاتنا جميعا جميعا صراحة. يعني أغلى إشي بالدنيا الأم، وكل عام هم بخير يا رب، وإن شاء الله نقدر دائما نقدم ونكون بالأعمال الخيرية مع المجموعة ومع الكنيسة بشكل عام. شكرا لكم. نحب نشكر قناة نورسات دائما داعمة معانا لفطوراتنا الخيرية. هذا فطور مناسبة عيد الأم، هذا الفطور السادس لمجموعة كشافة مرشدات قرانيت الأم الكاثوليك من السماء. احنا هذا الفطور نعمله سنوي لدعم العائلات المحتاجة، والحمد لله زي ما احنا شايفين اليوم يعني أخذ نجاح كتير كبير. كان في عنا تقريبا 250 شخص. نشكر كتير كتير راعية تاعتنا السيدة عفاف حمار الزيدين، ونشكر كل الداعبين لنا ومعانا، ونشكركم انتوا أكثر ناس. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. اختتام أعمال قمة القادة العرب في البحر الميت. أيقونة العذراء الأورشليمية تبارك أبنائها في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل. يوم روحي لإداري ومعلمي كلية ترسانتا. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.